هلا طبعا اذا بدنا اول شيء نعمل دايسكشن للان اف بي اللي كنت عم تحكي عنه، اي جدول الوظائف غير الزراعيه، بابريل وماي كان الان اف بي اوطى من التوقعات، ولكن لان كان اوطى من التوقعات هيدي احدى النقاط يلي كانت تطمئن المستثمرين بانه الريكفري تتم بشكل طبيعي وهادئ، وما في خوف من الاوفر هيتنج ايكونومي، ما في خوف من الانفليشن، التضخم وارتفاع في الاسعار، فاذا ما في خوف من الاحتياط الفيدرالي يغير بالسياسه النقديه. وكل هالصوره يعني هالمزيج من النمو القوي والانخفاض في الضغوط التضخميه كان عم يدعم اسواق الاسهم، خاصه تكنولوجي ستوكس، يعني الناسداك صار له تقريبا من ميد ماي نصف شهر ماي يرتفع كل اسبوع ارقام قياسيه جديده. ولكن الاسبوع الماضي الان اف بي اجوا وتجاوزت الوظائف غير الزراعيه التوقعات، اجوا 850 الف وظيفه في الولايات المتحده في شهر جون، يعني بعد بدأ امريكا 6.8 مليون وظيفه لترجع القوه العامله الى ما كانت عليها قبل الوباء. هلا المشكله الاكبر هو نمو الاجور، يعني كان اجى متفائلا للغايه عند 3.6% يير اوفر يير، وقت الناس بيكون عندها المزيد من الاموال في جيوبها، فمن المرجح ان تخرج هذه الاموال من الجيوب وتدفع الاسعار الى الاعلى. طبعا واذا ضل يرتفعوا الرواتب، يعني بدنا ننطر هلا الارقام بشهر جولاي، قد يقتنع الفيدرالي بالتخلي عن نظريه الترانزيتوري انفليشن، التضخم المؤقت، وفي يعني بحال استمرار الاجور انا اعتقد انه سنشهد تصحيح قوي في اسعار الاسهم، خاصه اسهم النفط. عظيم، هاي وجهة نظر جديدة، لأنه حتى الآن الأغلب عم بيتبنى أنه تضخم مؤقت حتى بأوروبا، مش بس بالولايات المتحدة الأمريكية. بس نقطة الوظائف مهمة جدا، خليني أنتقل أنا وياك بما أنه عم نحكي أوتلوك بشكل عام. بدي أحكي أنا وياك الدولار، الدولار إندكس وين بتشوفه روني، خصوصا في ظل النظرية اللي أعطيتني إياها أنه ممكن يكون في تعديل من قبل الفيدرالي الأمريكي نظرته التحفيزية وموضوع التضخم المؤقت، لأنه بالتأكيد سيكون انعكاسه مباشر على الدولار. مضبوط، هلا الدولار الامريكي بدا الارتفاع القوي، ما بعرف شو صار بالضبط، ما بيأثر بعد ما شايفينك روني. الدولار الامريكي بدا الارتفاع القوي بعد اخر اجتماع للاحتياط الفيدرالي، حيث تحول الى موقف اكثر تشددا. هلا المثير للاهتمام انه مش بس اعترفوا بانه التضخم بلش يرتفع وانه الاقتصاد الامريكي لديه يعني مومنتوم قوي، ولكن كمان قربوا توقعات رفع اسعار الفوائد الى عام 2023، واكيد هذا الشيء يعني عمل بوم قوي للدولار. هلا في سيناريو بيساعد الدولار يكفي الصعود، اولا في انتشار السريع لدلتا فاريان سبب للقلق، وهذا بيزيد الطلب على الدولار كسيف هيفن، وثانيا البي ام اي مانيفاكتشرنج اليوم كمان في الصين اجى ضعيف مما يعكس نموا متواضعا بهذا القطاع، وكمان بزيد الطلب على الدولار. بس انا اعتقد انه يعني كمان يعني عدا عن هذا الشيء وارتفاع في الفوائد قريبا، في كمان بنوك مركزيه بما في ذلك البنك النرويجي، بنك كندا، الاحتياطي النيوزيلندي، بنك انجلترا وغيرها، كمان بدهم يرفعوا الفوائد قريبا، فهذا الشيء بيضغط على الدولار الامريكي. وانا بنظري اهم شيء انه التضخم، يعني مثل ما كنت عم بحكي الترانزيتوري انفليشن في الولايات المتحده، بحال ما عاد يعني بحال قطعت الافريج تارجت اللي هن حاطينه لحال للاحتياط الفيدرالي حاطه، وانا اعتقد انه لا يزال يبدو اكبر من اي مكان اخر التضخم في الولايات المتحده، لهذا السبب لا اظن ان الدولار سيوصل ارتفاع كبير. طيب عظيم، معناتها بهي الحاله شو فينا نحكي ذهب بهي الحاله من بعد الضغط اللي عم نشوفه على الذهب، واللي كان مفهوم بالتأكيد مع قوة الدولار والتوجه الواضح للأسهم، الذهب وين؟ أنا دائما أنا وياك مختلف على الذهب. نعم، هلا الذهب تصحيح قوي حصل كمان من يعني أكيد قوة الدولار صححت السيكليكال افكتس، والذهب أيضا هلا يعني رجع صار في تصحيح، هلا من بعد الان اف بي رجع صعد شوي الذهب، رجعت الناس بلشت ترجع يعني تقلق بصوره التضخم، يعني صار رجع صار في قلق، رجع التضخم على الصوره. هلا بحال كما ذكرت كمان
قطع، صار في تضخم. بدنا ننطر هلا سي بي اي قريبا، والان اف بي الشهر الماضي ما بعرف عم شو عم بصير هالبرنامج، مع انه نقلنا على كندا لانه بدها تنقطع الكهرباء في لبنان، بس بحال صار في هالتضخم الزائد اكثر من الافريج افريج انفليشن تارجت، اظن الذهب رح يرجع يواصل صعوده بقوه. ولكن هلا رح يضل في تقلبات، واعتقد انه الكابيتوليشن مثل ما بيقولوا يعني بالتكنيكال اناليس الكابيتوليشن على الذهب بعد ما حصل، يعني هل النزل القوي البانيك سيلينج بعد ما حصلت، بس من بعد هيدا البانيك سيلينج اعتقد انه يعني السمارت ماني رح يتدخل ورح يرجع الذهب على يعني فوق ال 1000، متى ما قطع فوق ال 1009 رح يرجع فوق ال 2000. طيب معقول الضوي ضاينا سؤال واحد اخير، شو رايك بحركه الريكفري اللي عم بتصير عالميا؟ حركه التحسن التعافي بالاقتصادات العالميه. يعني هلا الفاندامنتلز كمان عم بتشير انه في العالم عم بصير في ريكفري يعني كثير سريعه، واذا بنطلع كمان هيستوريكلي على البانديميكس اللي صارت قبل السبانيش فلو وغيرها، حصل بوم كتير قوي بالاقتصادات بالخمس سنين يعني من بعد التعافي. هلأ القلق شوي هلأ الدلتا فاريانت، بدنا نشوف إذا الفاكسينز إذا اللقاحات قوية ويعني ضد هالفاريانت هيدي، ولكن فاندامنتلي هلأ أنا لا أعتقد أنه في يعني طالما بعد فيها الزخم في الأصوات وطالما بعد فيها الريكوفري فيز البومينج ريكوفري، توقعات بالجي دي بي نمو اكثر من يعني هيستوريكال ليفلز، لا اعتقد راح يصير في يعني تصحيح قوي في في في, في يلا اليوم كنت متفائل. انا بشكرك كبير محللي الاسواق في سكويرد فاينانشال روني نعمي.